السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذة مشترك علمي خيار فرنسي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في تسجيل آخر في إطار سلسلة من الفروض. أول حاجة سنعتذر على الغياب بالنظر لظروف صحية، دونك إن شاء الله غادي نكمل معكم سلسلة ديال التمارين والفروض. الفرض الأول الدورة الثانية كونسيرنون لو ترونسفير دو لا ماتيير اي لو فلو دو لينيرجي. لأول مرة غادي يشوف القناة ويشاهد لا فيديو، ديروا ابوني سبسكرايب ما تصيبش حتى شي حاجه، وديروا دي لايك باش هكا يطلع على فيديو جميع التلاميذ والتلميذات ان شاء الله، وكل شيء ان شاء الله باذن الله يستفد، وجيبوا دي بون نوت علاش لا، واي اقتراحات كونسيرنون لا الدرس لا الفروض حطهم ليها في لي كومونتير، راه تنقرا جميع لي كومونتير. وكنتمنى لكم ان شاء الله علاش لا تجيبوا 20 من 20 الاسئله، حتى شي حاجه ما صعيبه. الا بغيتي تجيب 20 من 20 غادي تجيوها ان شاء الله باذن الله. وشكرا على رسائلكم الزوينه اللي كتسائلوا اليوم علاش هذا الغياب، دونك شكرا بزاف بزاف، وكنتمنى لكم حظ موفق. دونك غنبداو على باكيتي لا بالنسبه ل في هذه الحصه غادي نخدم معكم واحد ليكزارسيس اللي غالبا ما تيتحط فيه الرسم ديال كليماتوغرام وليكو كليماتوغرام، وغنفهموا كل حاجه شنو تنقصدوا بها. دونك غنبداو على بركه الله باش ما نكثرش عليكم. دونك نبداو ليكزارسيس، هاد ليكزارسيس هادو على 7 نقط، دونك غنقرا ليكزارسيس ونشرحو ليكم بيان سور بار لا سويت غنشوفو لي ريبونس. دونك لا موش ميديترانيان اي ان انسكت ارافو ravageur de plusieurs cultures fruitures. Donc cette petite mouche d'environ 4 mm pond et ses œufs sur l'épiderme des fruits. Ou les larves sont nées de la pupe. Donc il y a une mouche que vous voyez, une hachara. Il y a une sorte de hachara. Cette hachara est bien sûr qu'elle est mouchée le mahas et le raïa. Ou qu'elle est compétitive de la. D'accord. Donc pour déterminer les possibilités de la survie, la multiplication de cette mouche dans la région de source, on propose les données suivantes. دونك باش نعرفو بيان سور فين كتقدر تكاثر، واش هي الظروف على حسب درجة الحرارة وعلى حسب الرطوبة فين كتقدر أنها تعيش. بيان سور عطانا لو طابلو سويفون، عطانا لو طابلو غوبخيزونت لا تمبيراتور كروند دي إي ليميديتي غولاتيف أش دو لا ستاسيون دكادير. دونك هنايا عطيني شاك موا كل شهر من شهر واحد حتى شهر 12 عطيني فيه الرطوبة نسبية ديال كل شهر بالإضافة إلى درجة الحرارة طومبيراتيو أون دوكا سيليسيوس. لا كيستيون لولا كيلكا باغتيا دي دوني سو طابلو تخاسي لو كليماتوغرام دو لا ستاسيون دكادير. دونك ميسي يقولك تخاسي لو كليماتوغرام هو الأخطوط المناخي. فهاد الأخطوط المناخي شنو تنرسم فيه؟ تبعو معايا. دونك فهاد الخطوط المناخي الكليماتوغرام تنرسم دو أكس، أون فا تخاسي دو أكس. لاكس ديال لابسيس تنديرو فيه ليميديتي اون بورسونتاج، نديرو فيه الرطوبة، ولاكس ديال لا تمبيراتيو اون دوكي سيليسيوس كنديرو فيه درجة الحرارة. بالنسبة لهاد القيمة هادي تمشي على حسب الجدول. إلا رجعنا ليميديتي كنشوف أعلى قيمة وأقل قيمة، دونك تقريبا هنايا أعلى قيمة هي 73، دونك يعني من الأفضل أنني نمشي بعشرة. داكوغ، بالنسبة لا تمبيراتيو عندي القيم لي هما صغار. تقريبا اعلى قيمه هي 22.3، يعني غنمشي بخمسه. دونك انا هاد القيم تنحددهم على حسب النسبه اللي عطاتك في الجدول. عطاتك شي قيم كبار غاتمشي بعشرة ولا بعشرين، عطاوك شي قيم صغار غاتمشي بخمسه جوج. المهم دونك هنايا مشينا كيف ما قلت بخمسه، وهنا مشينا بعشرة. باغ لا سويت شنو نجي تندير؟ كنمشي شهر بشهر، نبداو لموا ان. لموا ان شحال فيه؟ في ليميديتي فيه 61 ولا طوبيراتيو 13، دونك غنمشي لهنا 60، هنا تقريبا 61 مع قلنا 13، دونك 61 كندير بيان سور كندير التقاطع ديال هاد جوج نقط، 61 مع 13 تقريبا راه هنا. دونك هذه هي النقطة الأولى، كندير نقطة بهذا الشكل وكندير حداها لوموا ان شهر واحد، باش في الأخر تعرف تربط بين النقط بالترتيب. شهر كندير حداها واحد، غير هنا في تاتونسيون راه النقط كتكون متقاربه، القيم متقاربه. حلو انكم تخدموا بواحد القلم اللي يكون يعني منجور مزيان، وهذاك الليفار تحدهم اكزاكت حيت القيم كتكون متقاربه. دونك شهر فيفري في 58 14.7 لا ميم شوز. دونك 58 غنمشي 58
مع 14 اجين تقريبا نقطه هنا غندير لو موا دو وانسي دو سويت حتى كنكمل جميع النقط اللي عندي هنايا كندير شهر لو موا 1 2 3 4 5 حتى كنكمل حتى شهر 12 دونك ملي تنكمل كنربع كنربط باردون ما بين جميع النقط كنربط بيناتهم من شهر واحد بالترتيب جوج ثلاثة حتى شهر 12 دونك ملي كنربط بيناتهم غيبقى لي هذاك المجال مفتوح كنحاول انني من بين شهر 12 وشهر واحد كنربط بيناتهم باش داك المجال يكون مغلق دونك هادشي اللي غادي يخرج لي هو تكون ابل لو كليماتوغرام دو لا ستاسيون داكادير الاخطاط المناخي ديال مدينة اكادير Ou la question 2, le tableau suivant représente les conditions climatiques nécessaires à la survie de la mouche méditerranéenne. Donc, le tableau atteint la mouche. La zone de tolérance ou la zone optimale. La zone de tolérance est une zone يعني المنطقة اللي كتقدر تعيش فيها سواء بعدد كثير أو سواء بعدد قليل المهم أقل من هاد لي ليميت هادو مثلا في ليميديتي 40 أقل من 40 ما غنلقاوش هاد لامبو ما كتقدرش تعيش في أقل من 40 وفي أكثر من 100 ما كتقدرش تعيش يعني كتعيش في ليميديتي ما بين 40 و 100 وكذلك لا تومبيراتور لا ميم شوز يعني أقل من جوج ما غتقدرش تعيش حيت هو لا ليميت انفيريور وأكثر من 37 ما غاديش تلقاوها ما كتقدرش تعيش في أكثر من 37 في لا تومبيراتور هادي كتسمى لا زون دو تيرونس منطقة التحمل في لا زون اوبتيمال هي المنطقة الفضلة هي أحسن منطقة بالنسبة ليها فاش كتكون بعدد كبير فاش كتكون كتكاثر بعدد كبير في ليميديتي ما بين 60 و 90 كتكاثر بشكل كبير يعني العدد ديال هاد لاموش غيكون كبير بين 60 و 90 وفي لا تومبيراتور بالنسبة لدرجة الحرارة الفضلة الأحسن المناسبة لها باش تكاثر ما بين 10 و 35 دونك هنا يعني الشرح ديال لي دو زون شنو تنعني بلا زون دو توليرونس و لا زون اوبتيمال دوز لا كيسيون دو A partir des données de ce tableau, tracez le climatogramme de la station de Gadir, l'éco-climatogramme de la mouche méditerranéenne. Donc, là, le climatogramme du chemin, donc l'orthogonalité, va donner ce qu'on appelle l'éco-climatogramme. Parce qu'on sait quoi, qui est le climatogramme pour le ou le rythme de l'eau, ou d'abord l'éco-climatogramme. Ce que l'éco-climatogramme, هو انني نرسم لا زون دو توليرونس ونرسم لا زون اوبتيمال يعني نرسم واحد جوج بحال المستطيلات كنرسم فيهم لا زون دو توليرونس ولا زون اوبتيمال نوريكم الطريقه كيفاش كنرسموا لا زون دو توليرونس دونك سنشوف شنو هي كنبدا بالهيوميديتي شنو هي لا ليميت انفيريور سوبيريور اقل قيمه واعلى قيمه في الهيوميديتي اقل قيمه هي 40 واعلى قيمه هي 100 دونك غنمشي 40 و 100 وخصني نقابلها مع لا تومبيراتور جوج دونك هنا 40 تقريبا وها 100 دونك هاد 40 و 100 في ليميديتي ولكن هاد 40 و 100 خاصها تكون مقابله مع جوج تقريبا نقولوا هنا جوج دونك غتجي هنايا يعني غتجي النقطه الاولى هنا والنقطه الاولى هنا يعني غنربط بيناتهم غيجيني واحد الخط هاك في ما بين 40 و 100 وكنقابلها مع جوج عاوتاني تنهز هذيك 40 و 100 وكنقابلها مع لا ليميت سوبيريور اللي هي 37 هي 37 دونك غنمشي ما بين 40 و 100 وغنمشي لحد 37 غندير 37 هكا وتكون مقابله مع 40 و 100 يعني خرج لي اربعه النقط هذيك اربعه النقط تربط بيناتهم هذاك هو تكون ابيل لا زون دو توليرونس منطقة التحمل لا ميم شوز بالنسبة لا زون اوبتيمال لا زون اوبتيمال شنو عندي كتكون صغر بيان سور حيت كتكون صغر من لا زون دو توليرونس من بين 60 و 90 مقابلة مع 10 من بين 60 هي 60 وهي 90 غنمشي وغنقابلها مع 10 عاوتاني 60 و 90 ولكن غنقابلها مع ليميت سوبيريور اللي هي 35 غنجي هنايا 35 هنا 35 صافي غيخرج ليا بعض النقاط ها النقطة الأولى النقطة الثانية الثالثة الرابعة وكنربط من بيناتهم هاد المربع هذا نور المستطيل قلت ما لا زون اوبتيمال نحاول أن نديرو مثلا بكولور ديفيرونت ولا شي رسم باش هكا ما ندير في المفتاح لا زون اوبتيمال نشار ليها ولا زون دو توليرونس نشار ليها دونك هاد الرسم ديال لي دو زون هو اللي تيتسمى سكون ابيل ليكو كليماتوغرام دو لاموش Moi, en général, les coquilles de matographes. Donc, la question 3,
D'après les résultats obtenus, est-ce que la mouche méditerranéenne peut vivre et se multiplier dans la station de Gaïda? Quelque chose de mouquin est la mouche tige ou t'kazar fait cette station de Gaïda? Ou la question est à justifier votre réponse? Qu'est-ce qu'il a à justifier votre réponse? Donc, je vais vous dire que vous avez fait la question de Gaïda. Vous avez fait la question de فيه لي دو زون. إذا كانوا فيه لا زون دو توليرونس و لا زون اوبتيمال تنقولوا انها كتقدر تعيش. ما كانوش بيان سور تنقولوا انها ما تقدرش تعيش، وخصوصا هذيك لا زون دو توليرونس ضروري لا زون دو توليرونس خاصها تكون داخله في بيان سور في الاخطاط. دونك هنايا إذا لاحظتوا الاخطاط شنو فيه؟ فيه لا زون اوبتيمال وفيه لا زون فيه لي دو زون، يعني بما ان في لي طون، يعني ان هاد لا مش تقدر تعيش في هاد بيان سور. دونك كإجابة على السؤال، دونك هنا غنقول ان لا مش اي بو فيغ، دونك لا مش اي بو فيغ، لا مش ميديتيرانيا اي بو فيغ اي سو ميتوبل دون لا دون لا ستاسيون دو كايتير كار ولا باسكو بيان سور كار Le climatogramme, il contient les deux zones. Climatogramme, il contient les deux zones. Il contient la zone optimale et la zone de tolérance. On touche avec comme hasse hasse à dire. Bien là, on regarde maintenant la partie de la restitution. Ou vidéo, imagine, inshallah. نكمل معكم التمارين اللي كاينين في هذا الفرد هذا باذن الله. دونك غنبداو على بركه الله لا بارتي ديال ريستيتيوشن دي كونيسونس. في الكيسيون الاولى قال لك لا ريبروديكسيون سيكسوي كونسيست باردون كونسيست ا برودوير دو نوفو انديفيدوي ا ترافير لا بارتيسيپاسيون دو دو اورغان دو سيكس ديفيرونت. دونك هنا قال لك التوارد الجنسي كيعتمد على بيان سور جوج ديال الكائنات، يعني واحد المال يعني ذكر وانثى، يعني جوج ديال الاعضاء، اعضاء توليديه ذكريه واعضاء توليديه انثويه. دونك سو فينومين بو اتر شيماتيزي سولون لا فورم سويفون لا سي دوفون. دونك فوفوي عندي واحد عطيني واحد لو شيما وقال لي رياليزي ان تال شيما شي لي جون زيو سبيرم، يعني هاد لو شيما هادي حنا غادي نحولوها، هما دايرينها اون جينيرال كيف ما كتعرفوا. يعني كزاد كي كاين جوج الانواع ديال لا ريبروديكسيون، كاين لا ريبروديكسيون سيكسوي و لا ريبروديكسيون اسيكسوي. بالنسبه للسيكسوي كيعتمد على لا مال فيميل، بيان سور مال كيعطينا دائما دي غاميت مال اللي هما غالبا تيكونوا لي سبيرماتوزويد، والفيميل كتعطينا دي غاميت فيميل. و بار لا سويت كتوقع لا فيكونداسيون، كيوقع ظاهرة الإخصاب، يعني لا ريونيون ديال لي دو غاميت فيميل اي مال باش يعطيونا في الأخير أوف، واحد البيضة اللي كتكون ثنائية الصغيرة. و فهمت كونت هاد البيضة كيوقع تعرف مجموعة من الانقسامات باش تعطيني اون نوفيل انديفيدو. دونك حنا انطلاقا من هاد لي شيما هادي غادي نحولوا هاد الشيما عند لي زونجيو، عند قلنا ان ديجا شفت معكم في فيديو ان النباتات مقسمه لجوج، قلنا ان لي بلونط ا فلور النباتات الزهريه، وكي لي بلونط سان فلور النباتات لا زهريه. حنا اللي تهمنا هما النباتات الزهريه، والنباتات الزهريه قلنا فيها جوج لي زونجيو بيان سور كاتيات البودور، وكاين لي جيمنو اللي هما حاريات البودور. حنا قالينا عند لي زونجيو يعني عند كاسيات البودور، يعني شنو غادي نديرو في هاد الشيما اون بغيف. دونك غادي نحاول انا نديروها بهذا الشكل هذا. دونك هنا شنو طالبين مني؟ لورغان مال و لورغان فيميل. دونك هنايا لورغان مال عند لي زونجيو سبيرم الاعضاء التوارديه الذكريه ولا الانثويه فين كيكونوا؟ كيكونوا بيان سور في دونك في لا فلور. بالنسبه لورغان مال عند بالنسبه لي فلور، لورغان مال هو لوندروسي داكور، لورغان مال وبالضبط لوندروسي يعني لونسومب ديال لي زيتامين، يعني او نيفو ديال لي زيتامين كاينين بيان سور عندنا او نيفو ديال لي زيتامين. لورغان مال ممكن نكتب هنا لوندروسي وبيان لي زيتامين. لورغان فيميل بيان سور لو بيستيل او بيان لو جينيسي هو لورغان فيميل.
D'accord. Ou l'organe femelle, qu'est-ce qu'on nous demande, je m'entre, je fais des tas. Donc, qui atteignent bien sûr des gamètes femelles. On a l'organe mâle, les étamines ou bien l'androcyte, des spermatozoïdes. Bien sûr, l'étire d'Yalhon qui atteignent œufs, et il y a une double fécondation. J'ai cherché ça. Donc, on a une fleur. D'accord. On a l'organe. قلنا مال هو لوندروسي، لوندروسي بالضبط يعني لونسومبل المجموعة ديال لي زيتامين. دونك و لي زيتامين فيهم جوج ديال لي بارتي، فيه لا بارتي الفوقانية لونتوغ وفي لا بارتي لتحت لو فيلي. دونك في لونتوغ لداخل ديال لونتوغ كاينين دي ميكرو سبورونج. ميكرو سبورونج هما لي غران دو بولان. دونك هاد لي غران دو بولان بيان سور الأصل ديالهم واحد لا سيل الماء. هاد لي غران دو بولان كون فو فويي راه Bien sûr, mes chers, il y a plusieurs étapes, je ne m'entre pas dans les détails, pour la formation des grains de pollen. Des grains de pollen qui sont, pardon, les cellules des grains de pollen qui sont microsporanges, ou fâche qui sont les grains de pollen, les étapes, qui sont bien sûr les grains de pollen des microgamétophytes. Microgamétophytes, je dis que les hommes, les gamètes mâles. Donc, il y a une chose à dire. ما نكتبش هادشي كله، نكتب ايتامين وندير سهم تعطيني لي غران دو بولان بين قوسين ميكرو غاميتوفيت. هاد لي ميكرو غاميتوفيت بيان سور نديرو سهم، شنو تعطيوني لي غاميت مال اللي هما لي سبيرماتوزويت، تعطوني لي سبيرماتوزويت، دو سبيرماتوزويت اون فيت، جوج ديال لي سبيرماتوزويت. حتى لهنا واضح. نمشيو لعند بيان سور لورغان فيميل. لورغان فيميل قلنا هو الجينيسي او بيان لو الجينيسي ولا البيست سانغورو. دونك او نيفو بالضبط، حيتاش الجينيسي بيان ستيل فيها 3 ديال البارتي ستيغمات ستيل اوفر. الداخل ديال الاوفر، الاوفر فين كاين بيان سور لي زوفول، يعني غادي ندير بيان سور بيستيل او بيان جينيسي وندير واحد السهم. وبالضبط كاين اللي كندير سهم وندير اوفول، يعني دي ماكرو سبور، اوفول دي ماكرو سبور. في الاخير هاد لي زوفول بيان سور في الداخل ديالهم غيتكونوا لي سكون ابل لو ساك امبريونير. ندير السهم وندير لو ساك امبريونير، شنو تيمثل ليا غاميتوفيت، يعني يعني في الغاميتوفيت عند الانثى هو لو ساك امبريونير، والغاميتوفيت عند بيان سور الذكر راه هو بيان سور لو ساك، هو باردون هو الغران دو بولان، هو الغران دو بولان. داكور، الغران دو بولان هو لو غاميتوفيت، حيتاش تيحمل الغاميت. وبالنسبه لها عند الانثى لو ساك امبريونير، دونك لو ساك امبريونير. وغندير واحد السهم بيان سور هنايا، قلنا عندي دو جوج ديال لي غاميت. وفي هاد لو ساك امبريونير كاين سكون ابل لو سفير. دونك غندير واحد السهم ندير لو سفير، وسهم غيتحد مع بيان سور بروميي غاميت باش يعطوني في الاخير بيان سور الغاميت، يعطوني اوف اللي هي كتسمى اوف برينسيبال. وواحد السهم اخر الغاميت الثاني غيتحد ليا، الغاميت الثاني غيتحد ليا مع هاد لي دو نويو سونترال ولا بولا باش يعطيوني اون فان كونت لالبومين. صافي. دونك كيف ما قلت انا نعاود، دونك غادي نكتب نرجع لهاد لو شيما، حيت قال لنا بالضبط هاد الشيما. دونك هنايا لوغان مال نكتب فيه ليتامين، غندير سهم، غندير غران دو بولان، غران دو بولان، وندير سهم كيعطيوني لي غران دو بولان كيعطيوني دو سبيرماتوزويت. الوغ كو هنا في لوغان فيميل غندير بيسي او بيان جينيسي، ندير سهم لوفول، لوفول غندير لو ساك امبريونير، لو ساك امبريونير غندير هنايا سهم، وغندير التقاء ديال بروميي غاميت مع لو سفير تيعطيني اوف برينسيبال، والتقاء ديال واحد الغاميت الثاني اللي هو مال مع لي دو سيل سونترال تيعطيني بيان سور اوف اللي هي كتسمى اكسسوار. En fin de compte, bien sûr, l'œuf principal qui atteint l'embryon ou l'œuf accessoire qui atteint ce qu'on appelle l'albumine. L'œuf principal, ni qu'est-ce qu'on dit le bêta ici à la qui atteint l'embryon, vous voyez,
بالنسبة للوف اكسسوار كتعطيني لالبومين. دونك هكا يعني بطريقة مختصرة، ها هي لو شيمور عليها جوج ديال النقط، ماشي غير جاو داروا عليها جوج نقط غير هكاك. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. في لا كيسيون تانية ريبوندي باغ فو او فو سور لي بروبوزيسيون سويفون، يعني غنديرو فو او فو داكور، ما قالش لينا كوريجي مثلا بروبوزيسيون كي سون فو. Donc, 1. L'étamine est composée de stigmates style ovaire. L'étamine, l'étamine, comme vous voyez, est juste les parties, les fils, ou la partie fréquentée qui est l'entère. D'accord? Ou que l'entère, il a une indication de tu vas moi aussi. Donc, il a une lentère, il a une courbe transversale à la qui est 4. شومبر، هاد لي كاتر لوج ولا لي كاتر شومبر كيتسماو دي ساك بولينيك، اكياس لقاحيه. في الداخل ديال هاد الاكياس اللقاحيه اون تروف لي غران دو بولان، كنلقاو حبوب اللقاح. يعني اون فات هنايا راه خطا، دونك هادشي اللي قالو هنا راه ديال لو بيستيل او بيان لو جينيسي ماشي لي طامين، يعني هنا فو. في لا كيسيون تاني لو بيستيل برودوي دي غران دو بولان او نيفو دو لوفر، دونك ها لو بيستيل قال لك et produit de grains de pollen au niveau de l'évar. Les grains de pollen automatiquement par exemple comme un homme qui connaît les étamines au niveau des sacs polliniques mais chez le pistil, le pistil dans le dialogue de l'ovaire qu'elle a des ovules, il y a des tailles donc un dire faux. Question telle donc je trouve le pistil, درنا لي طامين. شوف لو بيستيل، ها هو لو بيستيل، يعني كتدكي لا كيتكون من 3 ديال لي بارتي. اون فيت لا بارتي لي فوقانيه كتسمى لو ستيغمات الميسم، هاد لا بارتي هادي كتسمى لو ستيل قلم ميسم، وهاد لا بارتي خمسة كلها هاد الدويره كتسمى لوفير المابيد. في الداخل ديال المابيد ممكن يكون مقسم لشومبر وحده ولا جوج ديال الشومبر ولا انسي دو سويت. كوم فوي هذا مقسم لجوج، هاديك التقسيمات كتسمى دي كاربيل كربالات. داكو في الداخل ديال هاد الكربالات كاين 4 اللي همايا لي زوفول، لي زوفول ها هو الرسم ديال لي زوفول. بعد نطرقوا ليه دونك بالنسبه ل 3 بوندون لا برودكسيون دي غران دو بولان، اثناء الانتاج ولا تشكل حبوب اللقاح لا سيلول ما برودوي 4 سبور، يعني الخليه الام كتعطينا 4 ديال لي سبور دون سولمون ان كونتيني سون ديفلوبمون. دونك قالك هنايا كتعطيني 4 ديال لي سبور، ولكن وحده هي اللي كتكمل بيان سور لو ديفلوبمون، هو كتكمل نومو غنشوفو مراحل ديال النمو ديال لي كان دو بولون. دونك هنا عندكم هاد الدوكيمون في لي زيتاب ديال لا فورماسيون ديال كان دو بولون. كتكون عندي اون بخومي طون اون سيلول ميغ اللي هي كتكون دي فلويد، واحد الخليه ام ولا خليه اصل كتكون ثنائيه الصيغه الصبغيه. ديجا شرحت شنو هي ثنائيه الصيغه الصبغي، يعني كل صبغي كيكون حداه المماثل ديالو القرين ديالو، كنقولو بيان سور دي كروموزوم هومولوغ صافي. هاد لا سيلول ما كتعرض للانقسام الاول اللي هو لا ميوز، وقلت لكم انا لا ميوز كل خليه كتعطيني 4 ديال لي ميكرو سبور، 4 ديال لي ميكرو سبور هادو ابلويد، يعني 4 ديال البويغات ولا 4 ديال البويغات كنسميو حدا شي ميكروسبور كيكونوا صغار اللي كيكونوا احادية الصيغه الصبغيه. هاد 4 ب4 بهم تيستمروا، يعني ما كيتموتش شي وحده، دونك اوتوماتيكمون تاخذوا على ميتوز، تاخذوا الانقسام الغير مباشر وكيتحولوا لنا دي غران دو بولان، يعني كيستمروا هاد لي 4 ميكروسبور كيستمروا كاملين، ما كيتموت لينا حتى شي وحده فيهم. يعني هاد البروبوزيسيون اللي قالوا لنا هنا غلط خطا. Donc, au cours de la production de sac embryonnaire, la meiose permet la production de 8 noyaux. Donc, la meiose, production du sac embryonnaire, la meiose permet la production de 8 noyaux. Il y a le sac embryonnaire, qui nous noyaux. دونك هنايا لي زيتاب ديال لا فورماسيون ديال لو ساك امبريون، المراحل ديال التشكل كيس الجنين. المرحلة الاولى كتكون عندها سيلول ما وكيتعرض لا ميوز، يعني الميوز هنايا كيف ما قلت لكم داير اون سيلول وحده كتكون عندي كتعطيني 4 ديال لي سيلول.
ربع ديال السيلو، يعني الميوز هنا حصلنا غير على ربع ديال النوايو داكو، وهاد ربع ديال لي سيلول تخوا ايسون ديجينا يعني تيموتو، وحده هي اللي كتستعمر يعني كنقولو ميغا سبور، وحده هي اللي كتستعمر، وهاد الميغا سبور كتعرض لبخومي ميتوز الانقسام غير مباشر باش تعطيني جوج، عاود هاد جوج كل وحده فيهم كتعرض لميتوز وكيعطيوني اربعه، وهاد اربعه عاود كيتعرضوا للميتوز كيعطيوني اون فان كونت، يعني الميتوز هو اللي مسؤول على تشكل وي سيلول او بيان وي نويو. دونك ميتوز ماشي ميوز داكوغ، يعني انا هاد الاقتراح راه خاطئ. دونك هنايا فو شاك غران دو بولان كونتيان دو نويو سونترو اي اون سيلول روبروديكتريس، كل غران دو بولان كل حبه لعقه كتكون من جوج ديال السيلول سونترو اي اون سيلول روبروديكتريس. احنا غنشوفو باش هذا غنذكركم بيان سور بالمكونات ديال اون غران دو بولان، خصكم ضروري تعرفوا الرسم ديالها ديال غران دو بولان حيت غالبا كيتحط فروض بالاضافه الى المكونات. دونك اون سيلول كيف ما قلت لكم غران دو بولان كتكون من جوج ديال لي سيلول اون فيب غران سيلول، هذه اللي كبيره وهذه النويو ديالها، وهذه اون بيتي سيلول ها هي النويو ديالها. دونك بالنسبه الغراند سيلول هي بيان سور سيلول فيجيتاتيف، راه نويو وحده، دونك اون سول نويو فيجيتاتيف، علاش عندي خليه وحده كيسابيل لا سيلول فيجيتاتيف الخليه النباتيه، وعندي خليه صغيره في الداخل من ديك الخليه الكبيره كاين خليه صغيره اللي هي نيميرو 6 اللي هي لا سيلول روبروديكتريس الخليه التوالديه، واي خليه في الداخل بيان سور اي خليه كيف ما كان اونفيت راه كتكون سيتوبلازم اللي هو 7 و 8 نويو، يعني هادشي اللي قلنا هاد الاقتراح راه خطا، كلشي قالنا كلشي خطا فو. دونك شاك غران دو بولان هنا فو لو ساك، انا كنشرح لكم باش هكا الا قال كوريجي تعرف تكوريجي هاد لي بروبوزيسيون. لو ساك امبريوني كونتيان سي سيلول اي دو نويو وي نرجعو لو ساك امبريوني، دونك هنا لو ساك امبريوني ها هو الرسم ديالو قلت لكم، حتى هو خصكم ضروري تضبطوه. دونك كتكون من 6 ديال لي سيلول و 2 ديال النويو، 3 ديال لي سيلول تيكونوا الفوق كيتسموا لي سيلول انتيبود، 3 سيلول انتيبود يعني خلايا المعاكسة، جوج ديال لي نويو هنا كنقولوا لي نويو ديال لي سيلول سونترال، خلايا المركزية باردون، دونك خلايا هنايا المركزية لي نويو دو سيلول سونترال، وهنا لي 3 سيلول، هاد لي 3 سيلول فيهم هاد السيلول اللي كتكون في الوسط تسعود اللي هي لوسفير، الكاميت كتمثل ليها الكاميت فيميل، وفيها هاد جوج اللي كيكونوا دايرين بها كيتسمو لي سيلول سينرجي، دو سيلول سينرجي دونك لي سيلول سينرجي. دونك اون فيت ساك امبيينور فيه 6 ديال لي سيلول و 2 ديال لي نويو ديال لي سيلول سونترال في الوسط صافي، هادو خصكم تكونوا ضاربينهم مكونات ديال ساك امبريونير. دونك هنايا فغي اخر سؤال في لا بارتي باردون ديال ريستيتيسيون دو كونيسونس هو نيميرو 3، بريسيزي لو فينومين و ريبريزونتي سي دوسو بوي كلاسي كرونولوجيكمون لي فورم. دونك كل وحده غنسميوها شنو هي الظاهره هادي شنو تيوقع، وغنرتبوهم بيان سور ندير التسلسل الزمني. دونك اول حاجه دونك اول حاجه هي بيان سور غروند ا، غروند ا كون فوي هو عندي ملي كيوصلوا لي غران دو بولان اول مرحله كنعرفو اون فيت في بيان سور مورا بيان سور باش يوقع فيكونداسيون، اول حاجه كتوقع البونيزاسيون، بونيزاسيون هو الابري يعني نقل حبوب اللقاح من لي فيتامين حتى لو ستيغمات. بعد سويت كتجي المرحله ديال لا جيرميناسيون الانبات، انبات يعني ان حبوب اللقاح كينبتو تيعطيوني واحد لو تيب بولينيك كوم فوي ها هي. دونك هنايا لو تيب بولينيك ما راه كي يل ترافيرسي لو ستيل كيدوز من لو ستيل فيغ انتوما، دونك هنايا كي ترافيرسي لو سيغمونت وكيدوز فين تيمشي، كيمشي بيان سور فيغ لو ساك امبريونير، يعني هنايا المرحله الاولى هي البينيتراسيون دو تيب بولينيك فيغ بيان سور لو ساك امبريونير، دخول ديال هاد الانبوب اللقاح داخل الكيس
Bien sûr, qu'est-ce le génine? Le sac. Pardon, sac embryonnaire. Donc, مرحلة الأولى هنايا. Dans l'entrée ou la pénétration du tube pollinique dans le sac embryonnaire. C'est la phase 1. La phase 2, on a double fécondation. Double fécondation, c'est l'exhaustion du mandat. Donc, la première chose, c'est bien sûr ici. Comme vous voyez, deux gamètes. Des deux gamètes mâles. Juste les mâches de carrière. Ici, on a la réunion ou bien la fusion. Il y a le gamète mâle avec le gamète femelle, il y a le sphère pour donner, bien sûr, pour donner œuf, il y a œuf principal. Marhala limora, il y a bien sûr la fusion du gamète mâle avec les deux noyaux centraux pour donner une œuf accessoire, qu'est-ce qu'on traite plus vite. Ou autre chose, il y a la formation du grain. Les deux œufs, l'œuf principal ou l'œuf accessoire. L'œuf principal, l'embryon. Comme vous voyez, l'embryon, le génine. Ou l'œuf accessoire, l'albumine. Donc les deux qui scrollent ce qu'on appelle le grain, la formation de grain, il y a la formation de grain.